السلام عليكم، مساكم الله بالخير. إن شاء الله اليوم سديمنا راح يكون سديم الحجاب. طبعاً سديم الحجاب غني عن التعريف، صورت أكثر من مرة، لكن هذه المرة شوي تختلف لأني راح استعمل تلسكوب وليام 81 ملي حتى يظهر السديم الشرقي والغربي، والسديم الوسط راح يظهر بالتصوير، لان انا قاعد استخدم التلسكوب فوكال لينث ماله 380، فهذا راح يخلي السديم يبين بالكامل. وطبعا راح استعمل كاميرا ملونه مع فلتر دول باند اتش الفا و3. طبعا سديم الحجاب يقع في كوكبة الدجاجة، ويقع في الجناح الشرقي للدجاجة أو لكوكبة الدجاجة، في الجناح الشرقي لكوكبة الدجاجة، وهو من أجمل السدم اللي يعني أنا صورتها في حياتي كلها، يعني هو تقريبا أجمل سديم في السماء كلها. هناك سدم جميلة جدا، لكن سديم الحجاب لا يعني لا جمال أكثر من غيره. و السديم هذا يصورونه دائما بالصيف وبالخريف، لانه يظهر بالصيف وبالخريف فقط، يعني في الاوقات الحاره جدا تصور هذا السديم. طبعا انا صار لي فتره طويله ما اصور بسبب الرطوبه الشديده والحراره في عندنا في الكويت، الرطوبه عاليه جدا وايضا الحراره عاليه جدا والهواء حار جدا، هذا يخلي التصوير متعب جدا، لكن الحمد لله اليوم شوي الجو افضل فبديت اصور اليوم. خلينا نشوف المعدات اللي راح اصور فيها. طبعا هنا الان راح اصور، راح استعمل التلسكوب اللي في الوسط اللي هو الويليام اوبتكس 81 ملي مع الفلاتنر. طبعا هذا الفلاتنر هذا يخلي يصغر الصورة شوي، فيكون الفوكال لينث 380، وراح استعمل كيو اتش واي 268 كلر، والماونت راح يكون الاي كيو 8، والجايد سكوب راح يكون 50 ملي وويليام اوبتيك. هذه يعني هذه عائلة ويليام او مجموعة ويليام اللي أنا أمتلكها، اللي هي هذه 50، 81، و132 ملي. طبعا يا أخوان لا تنسون التبريد، التبريد أهم شيء إنك تبرد على الكاميرا، خاصة في الصيف الجو حار جدا، ممكن تخسر كاميرتك، ممكن تحترق إذا ما استعمل جهاز تبريد. طبعا جهاز تبريد ضروري جدا إنك أنت تستعمل جهاز تبريد مثل ما انا عامل. اخر يوم نبي نعالج صور سديم الحجار. راح نشيل مالتي سيزن ومالتي شانل، يعني الكاميرا ملونة. وأول شيء راح نعمل نعلم على مرحلة صفر، وإذا نختار نوع الألوان للكاميرا اللي هي RGB، ونبدي نطبع الصور اللايت اللي هي الحين تقريبا 30 صورة. السديم الحجام 30 صورة، كل صورة 300 ثانية 5 دقائق. نرفع الفلات، نرفع الدارك،
البائزة. قبل المرحلة الثانية هو كرييت ماستر. خلونا ننتظر شوي لغاية ما في هذه العملية. طبعا انا صورت سليم الحجاب على يومين يعني 30 صورة، يعني كل يوم 15 صورة، لمدة 5 دقائق كل صورة 5 دقائق اساسا تطلع صورة افضل، لان الكاميرا ملونة ما تعطي كل التفاصيل. يعني تبقي بالكاميرا الابيض والاسود المونو تصور 15 صورة كافية، لكن بالملونة تحتاج تاخذ ضعفهم، لأن الكاميرا الأبيض والأسود غير الملونة. لكن تحتاج أنك تأخذ من كل فلتر تأخذ 15 صورة تقريبا. الآن هذه الصورة النهائية لسديم الحجاب، هذا سديم الحجاب كامل، يعني هذا السديم الغربي وهذا الوسط وهذا السديم الشرقي. جميل. شوفوا كمية النجوم هذه، شيء جميل شيء رائع. خلونا الآن راح الصورة جدا هذا أنا ببروجها وبعلقها قبل المرصد وبحط واحدة في شو اسمه في إيكاروس. خلونا نعمل ريموف لايت بوليوشن. سديم جميل جدا، أجمل سديم وسديم الحجاب سديم الحجاب جميل جميل جدا. الآن بعد ما نزيل الكلوب شهران راح يبرز السديم بألوانه بطريقة أفضل. الآن هذه الصورة مع التلوث مع كل ألوان التلوث اللي فيها. Thank you.
مبينة بالصورة السبيل. بعدين هذا الوان الأزرق والأخضر والأحمر وده يظهر الواصل واصل بدأ يظهر أكثر. أعتقد أن هذا كافي لأنه هو خلاص أزال التلوث كله تماما. نضغط سيف نزيل هذا نزيل النجوم نحاول نزيل النجوم. أنا ما أبي أزيل كل النجوم أبي أحاول أخفف عدد النجوم فقط. نشوف طريقة شلون نقدر نزيل أو نخفف عدد النجوم لأن النجوم تعطي جمال للصورة. هذه الصورة النهائية هي سليم الحجاب وأنا نعمل عليها بعض التعديلات على الفوتوشوب. هذه الصورة الثانية اللي غير نجوم خلينا نعدل عليها بعض الشيء. سيطرة نسبية للمنتخب البرازيلي هذا منتظر ليس بجديد لكن في النهاية المباراة هي أقوى تهديف